كثيرا، واليوم سوف ندرس جزء من البلاغة، علم البديع. وعلم البديع بيتميز بالناحية الشكلية، الشكل يعني نفسه. يعني أنا عندي لوحة، اللوحة دي مرسومة فيها حواليها كده برواز، البرواز بالنسبة لي هو المحسن البديل، وليس الإيه المحتوى نفسه أو الصورة أو الفكر اللي جوه الصورة ده. عندنا هندرس النهاردة الطباق والمقابلة والسجع والجنس. نعلم أن المحسنات البدعية تنقسم قسمين، المحسنات البدعية تنقسم قسمين، قسم لفظي وآخر معنوي. القسم اللفظي يندرج تحته جناس، السجع، التصريع، الازدواج، حسن التقسيم، وهذه الأشياء كلها تعطي أثر موسيقي تطرب له الأذن، يعني فيها موسيقى نتيجة اتفاق الكلمات في حروفها وشكلها إلى غير ذلك، فيسمى محسن لفظي أو محسن آخر هو المحسن المعنوي، والمعنوي المراد به الطباق والمقابلة والتورية والالتفات. يبقى عندنا محسنين اثنين، لو سئلت استخرج محسن محسن بديعي، يبقى لك ما تختار منهما. اما اذا هو طلب مني محسن لفظي، يبقى انا انظر الى الجناس والسجع والتصريع والازدواج وحسن التقسيم اللي هو بيعطي نغم موسيقي. استخرج محسن معنوي، اذا الانطباق والمقابله والالتفات والتوريات. ركز في هذه النقطه. ثم بعد ذلك نبدأ بالطباق والمقابلة. نعلم أن الطباق هو كلمتان متضادتان في المعنى، السماوات والأرض، الليل والنهار، الصدق والكذب، النجاح والفشل. مثل هذه الكلمات تسمى طباق، كلمتين عكس بعض. مثلها المقابلة، ولكن تكون المقابلة في الجمل عندما تكون الجملة مخالفة للجملة التالية، تكون هنا تسمى مقابلة. والمقابلة والطباق كلاهما يؤكد المعنى، هو الأثر الفني بتاعه يؤكد المعنى ويوضحه. إذن الطباق كلمتان متضادتان. الطباق نوعين، طباق سلبي وطباق إيجابي. يقصد بالطباق الإيجابي أن الكلمة والمضاد لها، عندما جنس السماوات والأرض، الليل والنهار، هذه كلمات بينهما طباق. أما الطباق السلبي إن أنا أنفي الكلمة الأولى دون أتبع سلبي، فيكون بين مثبت ومنفي أو أمر ونهي، أبيض لا أبيض، سر ولا تقف، بلي الحديد وما بهيد. هي ذكر المقابلة، هي ذكر جملة والمضاد لها أو أكثر من جملة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. مثل أيضا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، جمل عكس بعضها. سر جمال الطباق كما قلت سابقا هي تؤكد المعنى وتوضحه وتجعل الكلام أكثر إثارة وجذبا للانتباه. ثم يلي ذلك الجناس. فما هو الجناس؟ الجناس هو عبارة عن كلمتان في الحروف في بينهما تشابه وترتيب الحروف وشكل الحروف، يعني في كلمتين الشكل العام ليهم واحد ويختلفان في المعنى. كما تشاهد مثلا في أنواع الجناس، في جناس تام وجناس ناقص. يكون الجناس تاما إذا اتفقت الكلمتان في كل شيء، في الشكل وفي الحروف وعدد الحروف إلى غير ذلك، سواء في الشعر أو في النثر، وهو محسن لفظي. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فتكررت كلمة ساعة مرتين في الآية، نجد أن الساعة الأولى المراد بها يوم القيامة، والساعة الثانية هي الفترة أو المدة الزمنية القليلة للإنسان عاشها في هذه الحياة. يقول أحمد شوقي في قصيدته: سلى مصر هل سلى القلب عنها؟ سلى وسلى، حروف متشابهة ولكن المعنى بينهما فيه اختلاف. فنجد سلى الأولى معناها اسأل، ولكن يكلم الصاحبين فيقول لهما اسألا سلى. أما سلى الثانية هل سلى القلب عنها، أي نسي أو غفل، هذا يسمى جناس
تام. ما هو الجناس التام أخيرا؟ فالجناس التام هو اتفاق كلمتين في الشكل، في الحروف، عدد الحروف والحركات اللي فيه، ولكن يختلف بينهما المعنى. أيضا في القول واستقربوا الأجل فبادروا العمل، فبادروا العمل وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. كلمة الأجل تكررت مرتين واختلف المعنى، فالأولى معناها المدة، استقربوا هي الفترة الزمنية أيضا، والثانية فلاحظوا الأجل اللي هو الموت أو النهاية. فالجناس هنا تام، هذا هو الجناس التام. فما هو الجناس الناقص؟ الجناس الناقص هو اختلاف الشكل في الكلمتين، قد تكون في حرف أو أكثر أو في التشكيل نفسه، فيسمى جناسا ناقصا، ويعطي أيضا نفس السر الجمالي اللي هو نغما موسيقيا تطرب له الأذن وتميل إليه النفس. فالجناس الناقص إذا اختلف اللفظان في حرف أو حرفين أو حركات معينة في الكلمات، والمقصود بالحركات التشكيلية، مثل وردت أنباء عن أبناء، أنباء وأبناء حروف متشابهة ولكن ليست الكلمة كلية متشابهة في كل شيء، فبعض الحروف مختلفة، عمر وسمر وهكذا. في مثل هذه الكلمات اللي فيها تشابه تسمى جناس ناقص. لا ننسى أن الجناس بنوعيه يأتي في الشعر والنثر. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء. الاختلاف بين اللفظين اللي هو كلمة خفاء وجفاء، في هناك حروف متشابهة ولكن في حرف غير متشابه، الخاء والجيم. قال أحمد شوقي: الله أكبر، كم في الحرب من عجب، يا خالد التركي، يا خالد التركي، جدد خالد العربي. نجد كلمة عجب وعرب أيضا حروف متشابهة تعطي نغمة موسيقية تطرب له الأذن وتميل إليه النفس، ويزيد أيضا الكلام جمالا وحسنا. هكذا عرفنا الطباق، وهو اختلاف كلمتين في المعنى، وعرفنا المقابلة وهي جمل أيضا نقيض بعضها البعض. كذلك الجناس قلنا أنه كلمات متشابهة في الحروف والحركات لكنها تختلف في المعنى، وهناك جناس تام وجناس ناقص إلى غير ذلك. والآن ندرس معا السجع، وهو أحد المحسنات البديعية الذي يندرج تحت المحسن اللفظي الذي يعطي نغما ايضا موسيقيا تطرب له الاذن. فالسجع، ما هو السجع؟ هو اتفاق اواخر الجمل في الحرف الاخير، اتفاق اخر الجمله في الحرف الاخير، يعني تنتهي مثلا جملتين فاكثر بحرف واحد معين تنتهي به الجمل، هذا يسمى سجع، والسجع لا يوجد الا في النثر. وهو يكون في النثر، وهو لفظ كما قلت اتفاق الجمل في الحرف الاخير منها وحركته، ويسمى في القران الكريم اتفاق فوس، يعني هو نفس الشكل في القران او في النثر العادي، ولكن تادبا في القران لا نقول سجعا ولكن نقول اتفاق فوس. من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو ات ات، تنتهي الجمل كما ترى بحرف التاء، وبالتالي يسمى هذا سجع. يعطي نغمة موسيقية تطرب له الأذن ويزيد الكلام حسنا وجمالا. هكذا هو السجع. من خلال فهمك للمحسنات البديعية السابقة، تعالى نطبق عليها تدريبا. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وبيت آخر: بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا بدروينا. قال ذو الإصبع العدواني: ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون،
وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. في هذه الأمثلة نريد أن نستخرج منها ما درسناه من المحسنات البديعية، فنضع في مقابل المطلوب الجملة التي تراها. فأنا حبيت أستخرج مقابلة من هذا الأمر. أين نجد المقابلة في هذه الأشياء؟ هل نقول مثلا الجد واللعب؟ لا، لأنها كلمتان وليست جملة، فأنا محتاج لجمل عكس بعضها كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني لا إله إلا الله، وما تتطلب فسنيسره لليسرى. هذا صنف من الناس. والصنف الآخر المقابل له اللي هو: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه هي المقابلة في الأمثلة. أيضا اطباق هنا عايز اطباق سلبي، يعني كلمة والنفي بتاعها، كقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون. يبقى كلمة يعلمون يعملون والذين لا يعملون، هذه تسمى اطباق سلبي. السابع الجمل التي تنتهي بحرف واحد، في مثل مثلا أنا قلت: أل جانبك لقومك يحبوك، انتهت بالكاف. الجملة الثانية: وتواضع لهم يرفعوك، أيضا انتهت بالكاف، فلا يسمى في النثر سجعا. جناس تام يعني كلمتان متشابهتان والمعنى مختلف، زي الساعة والساعة، ولكن المعنى بينهما كما قلنا سابقا مختلف، ده اسمه جناس تام. الطباق الإيجابي، الطباق الإيجابي يعني كلمتين عكس بعض، زي الجد واللعب، جد عكس اللعب. لكي نستخرج جناسا ناقصا هننظر إلى كلمتين متشابهتان إلى حد كبير في عدد الحروف أو في التشكيل، زي قوله تعالى: اليسرى والعسرى في بينهما جناس ناقص، كلمة اليسرى والعسرى. تمام، وإلى هنا ننتهي من المحسنات البديعية اللي هي المقابلة والطباق والجناس والسجع، وإلى الدرس اللاحق بإذن الله أراكم بخير.